إذا قلنا عنه الرئيس الإنسان نقول قد أخفقنا في وصفه، لأنه تعدى حدود الإنسانية بكثير، لا يرتضي بالقليل في حق المواطنين لأنه يريد لهم الكثير. فبرغم من كل ما تحقق من إنجازات على أرض الواقع لمسها الجميع من القاسي والداني، إلا أنه لا يهدأ ولا يكل حتى يحقق المفهوم الحقيقي للعدالة الاجتماعية. لن نطيل عليكم لأننا إذا خضنا في وصفه فلن ننتهي. نقف الآن أمام أعظم ما أنجبت مصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تفقد اليوم أعمال تطوير عزبة الهجنة بمنطقة شرق القاهرة، واستمع إلى شرح مفصل عن مشروع تطوير العزبة والمناطق المحيطة بها. فهذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها الرئيس السيسي بزيارة لمشروع تطوير عزبة الهجنة، فزارها في وقت سابق وكلف بتوفير أحد المحال التجارية لإحدى الباعة الجائلين لممارسة نشاطها، وكذلك أمر بعلاجها على نفقة الدولة وتقديم الرعاية الصحية الفورية لها، موجها بالاستمرار في نهج الدولة وجهودها في تطوير كافة المناطق العشوائية وغير الآمنة وغير المخططة المنتشرة على مستوى الجمهورية من كافة الجوانب، والوقوف على حجم الجهود المطلوبة لتغيير واقع تلك المناطق على نحو يرتقي بالأحوال المعيشية اليومية للمواطنين بها، وتوفير سبل الحياة الكريمة للأسر القاطنة بها، فضلاً عن ربطها بشبكة الطرق الجديدة بالمناطق المحيطة بها وتوفير مختلف الخدمات الأساسية. خدمات كثيرة يقدمها الرئيس السيسي للشعب المصري، لذلك استقبله أهالي المنطقة بالزغاريد والتصفيق الحار، إدراكاً منهم بحجم ما يقدم لهم، مرددين هتافات بنحبك يا ريس وتحيا مصر.